مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من برنامج كشك الصحافة، نطالع فيها أهم وأبرز ما قالته المواقع الإخبارية اليمنية والصحف العربية الصادرة اليوم. والبداية من تصريحات محافظ عدن حول ضبط سفينة أسلحة، حيث عنون موقع عدن الغد في صفحته الرئيسية: محافظ عدن، السفينة المحملة بالسلاح التي ضبطت وهي في طريقها للحوثيين كانت قادمة من القرن الأفريقي. وقال عدن الغد: تمكن رجال المقاومة من إلقاء القبض على سفينة تحمل تسمية زعيمة، وعلى متنها كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، وذلك في منطقة الجزر السبع قبالة سواحل الصومال وجيبوتي. ووفقا للموقع، سيتم التحقيق من قبل الأجهزة المختصة مع الطاقم، ونشر نتائج التحقيق وكل التفاصيل للرأي العام موثقة بالصور بنوع السلاح وكميته. ومن العناوين أيضا: تعزيزات عسكرية ضخمة انطلقت من عدن صوب باب المندب وكرش. وإلى موقع الموقع والذي تابع أحد الموضوعات وعلق في صفحته الرئيسية: الجيش والمقاومة يضبطون 130 حوثيا حاولوا التسلل إلى مواقع هامة شمال مأرب. وقالت التفاصيل إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية ألقت القبض على 130 عنصرا من ميليشيا الحوثي في نقطة ماس وموقع الصفراء بين محافظتي مأرب والجوف. وقال وينقل الموقع عن أحد الصحفيين في المحافظة: تم القبض على 90 شخصا عند نقطة ماس، بينما تم القبض على 15 آخرين قبل موقع الصفراء و24 آخرين عند موقع الصفراء. وقال الصحفي إن هذا التطور جاء بعد أن حشدت ميليشيا الحوثي منذ 3 أيام وسائل إعلامها للترويج لسقوط فرضة نهم وموقع الصفراء الاستراتيجي. وأشار إلى أن الميليشيا كانت تخطط للسيطرة على جبال الفرضة، لافتا إلى أنه لا يستبعد أن يكون لدى الميليشيات أسلحة مخزنة في مفرق الجوف أو الأماكن المحيطة شمال مأرب. في العام 1983 تم الإفراج عن من أطلق عليه سجين الضمير السياسي منصور راجح بعد سجن استغرق 15 عاما. ومع مرور كل ذلك الوقت ما زال راجح يتذكر. وقال راجح: عند حوالي الساعة 8:30 من 1 شوال سنة 1403 للهجرة، الموافق 11 من يوليو 1983 للميلاد، فتحوا لي باب الزنزانة لأول مرة في ماوية. كان واضحا من الهدوء بأن البلدة ميتة. كان يوم عيد الفطر. أجد صعوبة في أن أرى ما حولي بسبب كمية الضوء خارج الزنزانة. ثمة عسكر، وكان أخي مصطفى ذو 11 سنة واقفا على مسافة منهم كما اتضح لي، جامد وبيده سرة. اقتربت منه، لم يتحرك ولم يرفع حتى يده لكي يمد بها إلي. اقتربت منه أكثر وهو جامد كتمثال. فزرته وأنا أقول له: مالك لا تخف. قال لي: أين أبي وعمي صادق؟ صعقت. الصورة صورته ووقفته وجمدته، والصرة بيده وسؤاله لي ارتسمت في كياني مثل أنها احتلتني لوكيميا. سوف أحتاج إلى وقت طويل جدا قبل أن أبكي وأبكي متحررا منها، ربما ليس سوى الآن، وربما أن الوقت ما يزال باكراً على ذلك. وإلى موقع عدن تايم والذي عنون في صفحته الرئيسية: الجيش يعثر على كميات من الألغام والعبوات الناسفة وحزام ناسف في مزرعة بلحج. وقال الموقع: قامت قوة من الحزام الأمني بمداهمة إحدى المزارع الواقعة في منطقة الدبة بأطراف مديرية الحوطة بلحج، حيث عثرت على مخزون من الأسلحة والألغام وأحزمة ناسفة. وقال قائد فرقة المداهمة في مديرية الحوطة بلحج لعدن تايم إن قوات الجيش وبعد تلقي معلومات عن تواجد كميات كبيرة من الذخائر
توجهت إلى المكان وتم العثور على عبوات ناسفة وألغام وأحزمة ناسفة وتي إن تي وبعض من الصواريخ، حيث تم مصادرتها مباشرة إلى القيادة العليا لقوات الحزام الأمني. ومن العناوين: جامعة عدن تعلن عن مواعيد القبول والتسجيل للعام الجديد. أما موقع المصدر أونلاين فقد جاء في صفحته الأولى: القبض على العريس سبب إطلاق رصاص في الأفراح بالمكلا. وقال الموقع إن السلطات المحلية بمدينة المكلا قررت احتجاز أي عريس إذا تم إطلاق النار في عرسه. ونص تعميم أصدره المدير العام في مدينة المكلا أنه عند إطلاق النار في العرس فإنه سيتم احتجاز العريس ووكيل العروس من قبل الأمن بمساعدة الجيش. ويفيد الموقع: تسببت عمليات إطلاق النار في الأعراس إلى حدوث حالات قتل وإصابات أحيانا نتيجة سوء الاستخدام، إضافة إلى الإزعاج وتعكير هدوء الأحياء السكنية. لماذا يستفتون شعوبهم؟ تحت هذا العنوان كتب سعيد يقطين مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي. وقال يقطين في أجزاء منه: ليست الديمقراطية حكرا على الغرب بسبب ما عرفه تاريخه الحديث من هزات وثورات وحروب وصراعات جعلته يخطط مسيرته في العصر الحديث متجاوزا أساليب الحكم التي هيمنت بصورة خاصة في التاريخ الأوروبي الوسيط. إن النظام القبلي الذي عرفته الجزيرة العربية قبل الإسلام يمدنا بأمثلة دالة على التلاحم بين أفراد القبيلة في اتخاذ القرارات الكبرى التي تهمهم والتي لا يمكن أن ينفرد بها شيخ القبيلة أو أحد الأمراء. وفي القرآن الكريم نجد قول الملكة بلقيس دالا بقوة على هذا التوجه الاستفتائي أمام حدث جلل. ولعل الأمر الإلهي بالمشاورة في الأمر لا يعد تعبيرا عن إشراك الجميع في اتخاذ القرارات الهامة التي تشغل بال الأمة في اللحظات الحرجة. ومن يطلع على الشعر العربي في الأمور المدلهمات يجد الكثير من الإشارات الدالة على أهمية الرأي والرأي الجماعي في الشؤون العامة. لكن هذه الصور التي يمدنا بها التاريخ العربي الإسلامي في أزهى فتراته كان يتم تجاوزها باستفراد الحاكم وحاشيته بالتدخل في مختلف الشؤون العامة، فلم تكن تؤدي إلا إلى الكوارث التي ما تزال ممتدة إلى اليوم والتي يؤدي الشعب العربي ثمنها غاليا. وبالرغم من ذلك نجد اللسان العربي الفصيح يتحدث عن الشورى وعن المشورة، ولكن بدون أي محتوى حقيقي يجسدهما على أرض الواقع. ومع ذلك لا يمكننا أن ننكر أنه يتم أحيانا اللجوء إلى الاستفتاء في تجارب الحكم العربية الحديثة، غير أن كل هذه الاستفتاءات ليست سوى إملاءات لما يريد النظام تكريسه، محملا الشعب مسؤولية دعمه وأعطائه شرعية. فتغيير الدستور وتمديد فترة الحكم وتوريط الشعب في تغيير بعض مواد الدستور لتعيين خليفة الرئيس وما شابه هذا من القضايا التي ليست سوى مسرحيات يطلب من الشعب التمثيل فيها بإخراجات رديئة ومزيفة ليست سوى تعبير جلي عن السخرية منه وتحميله مسؤولية القرارات الفردية والتي لا تصب إلا في المصلحة الخاصة التي تضر بالوطن والمواطن. إلى موقع يمن مونيتور والذي عنون في صفحته الرئيسية: استعدادات للحوثيين لمهاجمة مديرية بمحافظة ذمار. وفي تفاصيل الخبر قال الموقع إن المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق أعادت موضوعها غربية محافظة ذمار في استعدادات جارية لشن حرب جديدة ضد قرى مناوئة لهم في مديرية عتمة. وأضاف الموقع بحسب مصادر محلية إن المسلحين الحوثيين استحدثوا نقاطا وأعادوا تمترسهم في مديرية عتمة مع وصول تعزيزات كبيرة، بالرغم من وجود اتفاق وقع العام الماضي بوقف الاستحداثات العسكرية مع وجهاء وأعيان المنطقة. وذكر الموقع أن المقاومة الشعبية دعت الوجهاء والأعيان إلى تحمل مسؤولياتهم بإلزام الحوثيين بتنفيذ ما ورد في الاتفاقية الموقع عليها من أجل إيقاف الأعمال العسكرية، وحملتهم مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في حال اندلاع أي مواجهات. وإلى موقع الوحدوي نت والذي عنون: لجنة التهدئة المنبثقة عن مشاورات الكويت تنتقل إلى مدينة ظهران
السعودية. وفي التفاصيل قال الموقع نقلا عن مصدر عسكري يمني رفيع إن لجنة التهدئة العسكرية المنبثقة عن مشاورات الكويت انتقلت منذ أيام إلى السعودية. وأوضح أن ممثلي الحكومة اليمنية في اللجنة وممثلي جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام انتقلوا منذ أيام من دولة الكويت إلى مدينة ظهران الجنوب في السعودية. وأشار المصدر إلى أن اللجنة في إجازة حاليا لكنها على تواصل يومي وباستمرار حول الخروقات في الميدان، على أن تبدأ اليوم الأحد اجتماعاتها رسميا في ظهران الجنوب. وحول إعلان قيادات عدم مشاركتهم في اللجنة بسبب انتقالها من الكويت إلى السعودية، قال المصدر العسكري: نسمع في وسائل الإعلام تصريحات من هذا النوع، لكن لم نلمس ذلك من ممثلي حزب المؤتمر في لجنة التهدئة العسكرية والمتواجدين حاليا في السعودية. مضيفا إن اللجنة ستنتقل من مدينة ظهران إلى منطقة خميس مشيط حتى تكون قريبة من مسرح العمليات. قبل مطالعة أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. نعود الترحيب بكم مشاهدينا الكرام ونصحابكم في جولة بين أهم ما قالته الصحف العربية، حيث يكشف المستشار الإعلامي للرئيس اليمني للعرب الجديد عن احتمال تأجيل موعد استئناف مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في دولة الكويت والمقرر في 15 يوليو الحالي، وسط انتقادات جوهرية من الجانب الحكومي للخطة الأممية التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن عناوين منها وتتضمن مقترحا بتشكيل حكومة وحدة وطنية. ويقول نصر طه مصطفى إنه لم يعد من المقبول تضييع الوقت مجددا، فالانقلابيون يمارسون استراتيجية كسب الوقت لتثبيت أوضاعهم الميدانية ومحاولة تغييرها للأفضل وإحداث تغييرات كبيرة في بنية الدولة العسكرية والأمنية والإدارية المدنية. وحول أبرز النقاط التي يتحفظ حولها الجانب الحكومي من الخطة التي أعلن عنها المبعوث الأممي، يشير مصطفى إلى أن الجانب الحكومي يركز على التنفيذ الدقيق للقرار الدولي 2216 والمحاور الخمسة التي اقترحها ولد الشيخ والتي خالفها بنفسه للأسف في خارطته المقترحة التي تحدث عنها في إشارة إلى العناوين التي أعلن عنها المبعوث الأممي قبيل انطلاق محادثات الكويت. وبشأن ما يتردد عن ضغوط يمارسها المجتمع الدولي على الجانب الحكومي للقبول بمقترحات ولد الشيخ، يقول المستشار الإعلامي للرئيس إن المجتمع الدولي ملتزم بدعم الشرعية وإنهاء الانقلاب، ويرى أن المحاور الخمسة صالحة للتطبيق، ومن الصعب تشكيل حكومة وطنية قبل الانسحاب وتسليم السلاح. ننتقل إلى صحيفة البيان الإماراتية عن المندوب الدائم، أو نقلت عن المندوب الدائم لليمن بجامعة الدول العربية محمد الهيصمي قوله: لم تحقق المفاوضات حتى الآن أي تقدم حقيقي يذكر بسبب تلاعب وتعنت الميليشيات الانقلابية التي ليست لديها أي مصداقية، وهدفها فقط استغلال ما يتحلى به وفد الحكومة الشرعية من مرونة عالية وصبر كبير. ويتابع الهيصمي: إضافة إلى محاولة كسب الوقت وإطالة أمد الأزمة والتمدد الميداني على الأرض وشرعنة الانقلاب الذي قاموا به ضد الشرعية الدستورية التي أجمع العالم على الاعتراف بها والوقوف إلى جانبها، كما أنهم وقوفا للمندوب يسعون إلى الالتفاف على كافة المرجعيات التي سبق وأن تم الاتفاق عليها، وفي مقدمة ذلك التوجه بجدية ومسؤولية صوب حل سياسي سلمي ينطلق من المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. عنوان آخر للصحيفة عن آخر التطورات الميدانية: الشرعية تحبط اختراق الحوثيين جبهة الجنوب. عن الطبخة التي يحضر لها في الكويت، تحت هذا العنوان كتب عبد الله دوبلة مقاله المنشور في ناس تايمز، وقال الكاتب:
ثمة منعطف خطير تتجه إليه مفاوضات الكويت في حال استئنافها وفق الأجندة المعلنة من قبل ولد الشيخ، ومنها الإعلان عن خارطة الطريق التي تحدث عنها في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن. فتلك الرؤية ووفق الخطوط العريضة التي أعلن عنها الرجل والتي نفى وفد الحكومة الاتفاق حولها لا تقود إلى شيء إلا إلى تقويض مرجعية القرار 22/16، وفي مجملها لن تعيد الشرعية للبلاد بقدر ما ستشرعن للانقلاب. وهنا يكون من حق وفد الحكومة التهديد بعدم العودة إلى المفاوضات كما جاء على لسان رئيس الوفد المفاوض عبد الملك المخلافي في حال إصرار ولد الشيخ على طرح رؤيته. لكن هل يستطيع وفد الشرعية مقاومة الضغوط الدولية الداعمة لفرض رؤية عبر الأمم المتحدة؟ فسفراء الدول العظمى لم يتواجدوا في الكويت إلا لأجل هذا الغرض، فالشرعية وحدها قد لا تستطيع مواجهة كل تلك الضغوط. والسؤال هو ما هو موقف التحالف العربي والمملكة السعودية من ذلك المسار الذي تتجه إليه المفاوضات عبر طبخة ولد الشيخ؟ فأي تقويض للقرار 22/16 ولحجية الشرعية أمام الانقلاب هو تقويض للأهداف السياسية للتحالف أيضا، ومن غير الطبيعي أن يظهر التحالف كآخر من يهتم للطبخة التي يحضر لها في الكويت. هل ثمة صفقة تحت الطاولة تبرر للتحالف موقفه غير الواضح من المفاوضات، أم ثمة ضغوط دولية هي من تفرض عليه هذا الأمر؟ أم أن الأمر لا يعد عن كونه تكتيكا ولا يعكس الموقف الحقيقي للتحالف؟ أيا كان، فموقف التحالف هو مهم لمعرفة ما إذا كانت طبخة ولد الشيخ ستمر أم لا. صحيفة الخليج الإماراتية أوردت في أحد عناوينها: يمني يوثق فيديو قتل الشرطة الأمريكية لرجل أسود. وتقول الصحيفة: لا تزال ردود الأفعال التي ولدها مقطع فيديو وثق لحظة قتل رجال شرطة أمريكيين لمواطن أسود أعزل في أمريكا تتوالى، مسببة ضجة كبيرة داخل الولايات المتحدة. وكان يمني يدعى عبد الله المفلحي قد وثق بهاتفه الجوال قتل الشرطة شابا أسود أعزل أمام متجره في فيديو، وهو الفيديو الذي تسبب في إشعال مظاهرات غاضبة في عدة مدن أمريكية احتجاجا على عملية القتل لشاب أعزل. وأكد المفلحي أن الجريمة وقعت أمام متجر يملكه، وسبقتها مشادة بين رجال الشرطة والضحية وهو أحد الزبائن الدائمين في المحل، وكان يملك مسدسا شخصيا لكنه لم يشهره على رجال الشرطة عندما استجاب رجال الشرطة لبلاغ ضد الضحية. وأضاف المفلحي: أثناء حدوث المشادة شعرت أن الأمر يتصاعد وقد ينتهي إلى اعتداء بالضرب على الضحية، فجهزت هاتفي وبدأت التصوير في وقت كان فيه رجال الشرطة قد أوقعوا الضحية على الأرض. وأشار المفلحي لأنه عرض التسجيل المصور على أحد المحامين، فاصطحبه الأخير إلى محطة تلفزيون محلية تولت بث التسجيل منها، ومنها تنقله مغردون آخرون على نطاق واسع. وإلى صحيفة الحياة اللندنية والتي علقت في أحد عناوينها: إيرانيون يهتفون بالعربية، الشعب يريد إسقاط النظام. وقالت التفاصيل: هتف الآلاف من الإيرانيين باللغة العربية، الشعب يريد إسقاط النظام، وذلك في انطلاق فعاليات مؤتمر المعارضة الإيرانية السنوي في العاصمة الفرنسية باريس. وقالت الصحيفة إن المؤتمر انطلق بحضور دولي لافت وبمشاركة كثيفة من أبناء الجاليات الإيرانية المنتشرة في مختلف دول العالم. وأعلنت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي أن نظام ولاية الفقيه يتستر على فشله بدعم مجازر بشار الأسد، لافتة إلى أن المقاومين ضد نظام ولاية الفقيه يتزايدون ويتوسع انتشارهم. وأشارت إلى أن عمليات الإعدام والاعتقال التي تحصل في إيران هي الأكبر منذ الثورة، وأن سقوط نظام ولاية الفقيه الحل الوحيد لإخراج إيران من واقعها المتردي.
المثقف الجامعي أو أسرى كهف أفلاطون. تحت هذا العنوان كتب صلاح بوسريف مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي، وناقش فيه ما تتعرض له جامعاتنا العربية اليوم من تجريف وتحريف لدورها التنويري ومن حرف تام لمسارها، وقال الكاتب في جزء من المقال: الجامعة امتلأت بكثير ممن لا يعملون، لا يبحثون، لا يكتبون، لا بالمعنى السقراطي المتحرر من قيود الأكاديمية وأسوارها، ولا بالمعنى الأفلاطوني المنضبط لأسوار الجامعة وقيودها. وهؤلاء هم من يؤذيهم أن يعمل الناس. فمن هم هؤلاء إذن، وما الذي يلقنونه للطلبة، ومن أين تأتي أفكارهم إذا كانت لهم أفكار؟ وهل دخلوا الجامعة بمشاريع وأطاريح وأفكار؟ ماذا يحملون في رؤوسهم؟ وكيف يفهمون عمل الجامعة ودورها وعلاقة الجامعة بالمجتمع والمهام التي ينبغي أن تلعبها في التغيير والتنوير وفي إعادة ابتكار المفاهيم ومناهج الدراسة والبحث رغم وجود الأسوار؟ حتى لا أستمر في عد شياتهم، أكتفي باعتبار بعض ما قرأته من دروس هؤلاء عندما كنت طالباً في الجامعة، أو ما أطلع عليه من دروس طلبة يلجؤون إلي لأساعدهم في بعض ما يجدونه في طريقهم من مشكلات في البحث وفي الكتابة، مجرد تراقيع وتلفيقات بمعنى القطع أو الإلصاق. أليس هذا المثقف الصامت أو المصاب بالعي هو أحد أعطاب المعرفة عندنا؟ لا يوجد خارج الجامعة كما لا يوجد داخلها، لأن لا لباس له، ما يلبسه هو لباس غيره، يلبسه بدون أن يحيل عليه، أو يلبسه مقلوباً مشوهاً بنقله من مصادره وفق فهم بعيد عن السياق وبعيد عن طبيعة الأسس التي بني عليها، أو بنوع من الترجمة المحرفة للمعنى وللمفاهيم التي يتأسس عليها. بهذا القدر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه، ودعونا نتابع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. Thank you.